عسلامة مدام. عسلامة أختي. لبس؟ الحمد لله. متزوجة ولا؟ لا. أنت عازفة عن الزواج يعني؟ مش عايزة أتزوج والله ورس أختي، كأي وحدة تعرضت لبرشا تجارب يعني وتخطبت برشا مرات ومكتوب مزيق، ونحن نقولوا احنا المكتوب مزال يعني ما تلقيش واحد يعني اللي فهمتي كيفاه؟ يعني لطول لقيت الشخص المناسب ليك. لطول لقيت ورس أختي لطول، بالعكس توا تصنيع الماما وقتها صعب، توا توا حب المرأة تخدم، المرأة اللي عندها المرأة لاباس عليها المدى، خاطر الوقت صعب يزم حمل الجماعة ريش، فهمت كيف؟ حمل الجماعة ريش يعني مثلا هو يخدم وهي تخدم، يتقاسموا الحياة بحلاوتها يعني يعني مش كما قبل يقول لك الراجل راجل ومرأة مرأة، واسم ما تخدميش وما عاد جدي وما ماتي هذيك، فعاد جاء رجال بكري، أما توا الوقت صعب، أصل المعيشة صعبت، المعيشة بحد ذاتها صعبت. معيش هي بحد ذاتها صعبت، يزم يتعاونوا يعني الرجل والمراه يتعاونوا، فما برشا نساء يتعاون في رجالها يعني عادي مش مزيه يعني، خاطر الوقت صعب والمعيشه صعبت، حمل الجماعه ليش مثلا يبدو كاينين، هو يتقسم الكراهيه مصروف الدار مصروف ولادها مصروفها هي حاجه باش تزيدها لدارها، فهمت كيفاه؟ خاطر معيشتنا صعبت وراس اختي في تونس صعبت، يزم الزوز يخدموا ويا ربيش بالحق. شنو هو النقطه اللي ما تفهمتش فيها انت وشريك حياتك؟ والله راس اختي انا كنت تخدم يعني في كل مره مدام انت قاعده تبطل خطبه على سبب هذا. مش انا اصلي راس اختي، انا عندي تابع مش حتى لطف، اما داويت عليها والحمد لله، اما شنية وراس اختي اللي تحبي ما تحش بك واحد اكل خير من خوه، تحش بك كان واحد يعني انت لازمك تاخذ، انت لازمك تخدمي على شنية، انا ما اخدمش باش نخدم عليها يعني مثلا هو يبدا يصبح راقد وانا مثلا نخدم نجيب الشعر، لازم الزوز تخدمه ولا هو يخدم، فهمتي؟ يعني كي قلت يبدا شوي برشا 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 كل يعني زعما عاملين يعني المراه اللي محطه يا معلم، لا وتعاون على البر والتقوى، انت تخدم تخدم على راسي وعيني، لكن انت ترقد الماضي ساعه والماضي ساعه اكيد هي يبدا شوي وليد عمي وياخذ مرشا دير ويرجع بالتوالي. يعني انت اللي تعرفت عليهم الكل بطاله ما يخدموش؟ مختاري اختي والله الاخرانيين لما زوزك الزناء الوحده الوحده، انا كيك ما يساعدنيش يا معلم، انا كيك ما راس اختي الشاكي ما ترضيوش روحك، الشاكي ما تحبيوش لغيرك، راهو الشاي ما ترضيوش وما تحبيوش ما ترضيوش لغيرك، هذه حاجه معروفه الشر ما تحبيوش ما ترضيوش لغيرك، نحن ولايه كما نقولوا فيها الشاي ما تحبيوش ما تحبيوش لغيرك، انا الشاي هذاك ما يساعدنيش يا معلم، انا الشاي هذاك اصل المرض يا بابو خاي، انا الشاي هذاك ما يساعدني والفساد من جميع النواحي، مش ولا كنت عشره بركة زي وفساد وتقمير وتقال يخدم بيه مش يبلي انا كيكا ما ساعدني. يعني اللي تعرفت عليهم الكل واللي خطبوك الكل، كل واحد فيه مشكله من نوع هذا يرحمك الفم، كل واحد عنده يعني انا شفت الكل في المراحل الكل، انا ما يعجبونيش نوعيه لولادك يا رجالك بصراحه، في الرجل البخلي في الرجل حشاك عايش اختي اللي عمل على المراه، انا هذوك ما يساعدونيش وما يعجبونيش. دونك شنو هو الراجل اللي يساعدك؟ ليش؟ ليه مثلا الانسان يبدا مثلا علاش نقول لك راجل مر ينفع ويضر؟ الراجل في مراحل كل خدام، الراجل قال على فرانك من الحيط. الراجل يحب يخدم وسل عمل عائلة، الراجل سل عمل عائلة وعمل أسرة. يعني عمل على مكتوب وعلى ذريعه ما عملش على بيت. يعني يعرف روحه على شنو قادم. يرحمك الفم، عندك ولاية في الدار خويا العزيز وعندكم وعندك كل شيء، تعرف روحك على اش قادم، أنت في دارك بتكسي، أنت ما بتخدمش على روحك ما تكسيش روحك ما يعطيك حد راه. اخي امك القدم شو قد تعطيك في ال21 في 22 سنه في 23 طول عمرك 40 سنه امي ذريعك يا عليف عايش خويا، الراجل يخدم اللي يجي مش كالطفله، الطفله تقول لك انا نخدم اللي يجي، الطفله ما تخدمش اللي يجي، الراجل يقول انا عندي بنيه نخدم اللي يجي، ونحن في تونس راس اختي الطفله تخدم الذكر لي تلقى له مستوى ثقافي، لا حتى يقول لك انا لا طب انت كي انت نخدم اللي يجي، لا يقول انا نخدم لك بنيه بنيتي بنيه نهار 50000 انت تحقن في البني بني نهار ب 50 دينار، انت يحصل لك الشرف تخدم بني برشا مستواهم محترم ويخدموا لي جي قال لك يفهم لي الجدين تبقى صنعت لي دين، يحصل لك الشرف تخدم في هذيك في هذيك، الراجل الباهي قال على الفرانك كان جاي فيها الحرام البارح يرحمك الفم، كان جاي فيها الحرام من ود البارح مش حتى من البارح يعني توا قال لك لا مستقى انا نخدم لك برا امشي، والله خدموا معايا قسما بالله ورا اختي خدمت مره في معمل تاع مترزين بعد الباك الباك ما عرفت شنو يغسل لك في الماعون والله يغسل لك في الماعون خدمه النهار ما فيها زين وعين وثقافه وتربيه ويغسل الماعون وتجي لحد ما جا حد شيء
اين خدمي تي برا امشي يا ولد تخدم اللي يجي تي برا مش حتى الخدمه اي تعيط لقات لك يجي الراجل بير ويخدم راس اختي الراجل مخه نظيف المخ نظيف وعقليته نظيفه يخدم لك اللي يجي الراجل خاطر قال على الفرنك من الحيط راه يخدم لك على بنت الناس بنت الناس مش لعبه راه مش تخدم على بنت الحلال زاد مش لعبه راه مش كل شيء عليها هي وتعاونوا على البر والتقوى عايش اخت الدنيا دي راه مع الحياه الرجل والمراه يتقاسمها بحلاوتها بمرارتها ولاد الاصل وبنات الاصل اللي تقاسم الحياه بحلاوتها بمرارتها انا جايبه ما عندي قاعده نحن نجيب ما عندي راه لا بكل مدام خذ راحتك سينو عائلتك ما اثروش عليك ماك تعرف تجي مع العائله يقولوا للطفله هيا وقتش نفرحوا بيك وقتش تعرس والله يقولوا والله يقولوا عايش اختي يقولوا وربي ان شاء الله يطيح بينا ما خير منا هم يقولوا يا اختي اختي بحبك جبتوا ما قلت لها اسمعيني المكتوب وقت تبدا كاتبة حالة عندي عرس ولد اختي الشهر الداخل مكتوب ما تعرفيش عليه عايش اختي وين يحوس تو انت قاعده عايش مكتوب يكون يحوس ولا لا مكتوب ما تعرفيش عليه يا في تونس يا في ليه يعني وين حوس يا في تونس يا في تبوربه يا في ربي كتب لنا خير ما تعرفيش عليه وين يحوس ومقصري برشا بنات يخدموا الفروحات ويخدموا انا عندي عندي صحاب معروفه هذه عاد انا عندي صحابي بناتي اربعه يخدموا الفروحات وراس اختي في كل فرح تلقى شكون يعرس من بعد بجربوا في الطفل شوف انا ضرب بنت قسم برشا صحابي برشا صحابي يخدموا الفروحات والله العظيم يا برشا صحابي يخدموا الفروحات يروح ثم رجال تحب المراه المقدي يحبوا المراه وثم رجال ما يهمهمش كيفاش يخدموا الفروحات شنو هو السر؟ سر تعجبك مثلا يعني. ام الراجل تعجبه تعجبها الطفله مش حتى ام الراجل تعجبها يعني حتى هو تعجبه يعني قال امي عجبتك الطفله يسال عليها الساعه ماخذه ولا يسال عليها وزيد هو يحكي معاي دي مخها سافا يتوكل برشا برشا ياخذ الفرحات والله برشا قسم بالله برشا ياخذ الفرحات خطبت مره من فرح مرسي من فرح والله من فرح ومن تبربه زاده هما زوز من تبربه اما شنية يعني هو حب حياته بنت عمه والاخر يعني هو عنده شكون عنده حب يرجع لها انا كنت لهم قاصه ورجعت له انا يعني وانت خطيبته اه وانا خطيبته كيف قبل الحكايه عاونتهم ورجعت من بعض خاطر كان واضح وصريح معايا ولد الناس والاخرى وهي متفاهمه زيدا وهي الطفله كانت وراس اختي كانت الطفله واضحه وصريحه معايا زيدا قسما بالله العظيم مكتوب اختي مكتوب ان شاء الله ربي كتب لنا الخير والذوله هنا بجانبي والله عايشه مع اهلك ميلا؟ اي انا عايشه مع اهلي امي ميته وبابا ميت الله يرحمهم الله يرحمهم وينعم عايشه مع اخواتك؟ اي عايشه مع اخواتي البنات عندي اربع بنات يعني عايشه مع اخواتي يعني ما هم مش ماخذينها؟ ليه معرسين اخواتي عندي اختي الكبيره عندها اربع بنات عندي اختي عندها زوز اولاد ولدها تمشي عرس الشهر الداخل عندي اختي عندها زوز بناتها بنتها في فرنسا بنتها في فرنسا وبنتها بتطلع رئيسة محكمة رجلها ميت زاد بينه وبين امي 19 وعندي اختي عندها زوز اولاد وبنيه اصغر مني بعامي اربع بنات انا الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله رزقنا بزوز اولاد عندي خويا مات عمره 22 سنه اكسيدون هكاها ولا كيفاش علاقتك باخواتك تو؟ لا الحمد لله بعد وفاه الوالدين لا الحمد لله ربي يفضلهم وربي يطول عمرهم في الخير ما مش عاملين معايا الخايب يعني ما مش يعني يرحم والدي امي ربتنا على النسق هذاك خاطر امي تربى اصل امي دارنا ميت اصل امي تربت في دار خواتها ودار امها زرعت فيهم الشيء حب العباد يعني خواتي هم كل شيء في حياتي شفتهم خواتي كل شيء في حياتي ربي يخليهم لك الدنيا دي والعالم هذا كل في كفه وعائلتي واخواتي في كف ان شاء الله ربي يخليهم لك كل وان شاء الله تلقى مكتوبك الله لا يوريني فيه من نهار خايب اكثر يعطيك الصحه عايشه ميرسي بوكو